إلى الخطوط الأمامية في جبهات القتال يدفع هؤلاء الشباب بالمزيد من الدعم للمقاتلين من أفراد الجيش والمقاومة، حيث وصلوا إلى هنا في محاذاة جبل الهان في المنفذ الغربي الذي تدور في محيطه معارك عنيفة من وقت إلى آخر، كما تكثف الميليشيا من قصف المنطقة بغرض اختراقها لكنها تفشل. أغذية ومياه شرب وتمور هي ما يمد به هذا الفريق التطوعي المقاتلين في مختلف الجبهات من خلال مبادرات شبابية تطوعية أطلقوا عليها اسم حب لها منذ أن أسسوها قبل عام تقريبا، وهي أيضا عمر الحرب في تعز التي ما تزال ترزح تحت القصف ورصاص القناصة. مبادرة حب لها هي مبادرة شبابية بدعم شعبي وفاعل خير، انطلقت في رمضان العام الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن. يتطلب أيضا مواصلة إسناد الجيش والمقاومة بذل المزيد من الجهود الكبيرة من الجانب الشعبي عبر هذه المبادرات، وإن بدت المسافة معقدة والطرق شائكة لكنها بالنسبة لأعضاء هذا الفريق تبدو نوعا من المكابدة مع كل الظروف المحيطة، مسافة لا بأس بها قطعها هؤلاء الشباب من قلب المدينة وعبر هذا الطريق على مرحلتين، الأولى عبر سيارة ربما كانت الأسهل لكن الأخرى تبدو الأكثر مشقة وتعقيدا، لكنهم اجتازوها سيرا على الأقدام. نسيم واحدة من فريق الدعم التي لا تجد حرجا من السير حافية القدمين، فدورها وبقية أعضاء الفريق لا يقل أهمية عما يقوم به المقاتلون في الجبهات، فمهمة تحرير المدينة وخلق منافذ للحياة والأمل مسؤولية مشتركة بين الجميع.